طاهر صالح رد هذا شنو؟ وخلاك جرامي طاهر كم عربات كده انتو؟ انتو زي كم عربات؟ 40 عربي فقط؟ ايوه. ودايرت تقابلوا ب 300 عربية؟ والله ديك احنا ما متوقعين كذا عربات اجن ولا كذا. المهم انت سوداني ولا كذا؟ نعم. سوداني مين؟ سوداني مين؟ انا سوداني ان شاء الله. هاي نتعامل معك تعامل 100% تقدر تتعامل فيه خاص. تعال كويس ما بزال دقاق ما بزال دقاق انت في الجاره يا ابن الله. هاي قدام بس والله قدام بس يا نصر يا شهر قدام بس بس قال منو بس والله ما انا خلوكم يا شباب اللي قدام مسكنا 10 قالوا 40 عربية والله علينا نسوقهم من هنا لوروما والله لا قدوم ما انا خلوكم مورال فوق مسكنا 10 عندنا بقولوا 40 عربية مقال 300 40 عربية هل 300 انا نطلق جاي و 40 دن تردوا معهم ان شاء الله ابشروا قدام بس عزير والله ما انا خلوكم لكم اليوم جري دنكاس قدم جوا يا شباب قدم جوا ما تضربوا ساقط على هوا ما شايفين شيء ما تضربوا هدف لا زن والله هذا قدام ده بيت دخانه ها عربات منتكسين كشفوا هارك بتاع كشفوا يا شهادة يا نصر يا شهادة يا نصر الله أكبر الله قدام بس ولله الحمد قدام يا شباب قدام يا الاوينجرو يا الاوينجرو لا شباب يا باشا يا تاركم من اسفن شوك اسمع عربي بتاع ابراهيم دي جامده يا تيرير بتاع تيرير ما مر مضرب مضرب لاجين سولد قدام ده عربات مولا شنو قدام جاري ده قدنا يا ظن قدام بس والله الاخر ما نخلوه بس بزال نظر ده برضه هجادهم ورا لحد جبل كل الناس قاعدين بيضربوا ورا يا زلمه اقعدكم يا جنجويد تخليني مردك فرشتك ها
تخلوا حاجاتكم كتير لا لساكم لسا أرواح تخلوا خلوا الحاجات ده ويل ده برضه حقتهم ده برضه حقتهم هاي تخلوا السنة تخلوا كتير حقتكم يا جنجوي ده حقتكم ده حكم